على حاجيات مصطنعه اللي كنتكلموا حنا على تجديد الهاتف وتجديد السياره ويعني شراء 10 ديال الحقائب و4 ديال الاحذيه وكذا وكذا. الحقيقه نحن محتاجين لهذه السلع ولهذه الخدمات بصفه عامه. كذلك من مميزات استهلاك المعاصر وهو استخدام التكنولوجيا. ممكن البيع والشراء يتم عن بعد عن طريق التجاره الالكترونيه. ربما يعني التعرف على السلع وعلى الخدمات يتم عن بعد الى اخره. وهذا ما ادى بنا الى امر اساسي وهو غياب مبدا الاستدامه في المنطق الاستهلاكي. ما كاينش ذاك العنصر ديال الاستدامه في المنطق الاستهلاكي ما كاينش. لكن وهو نحاول ان نستهلك من اجل يعني الاستجابه لحاجيات. هذه الحاجيات قد لا تكون اساسيه وقد لا تكون ضروريه وقد تكون مفتعله. عندك اي عندك ايفون 12 ربما غتشري ايفون 13 مليون ونص ماشي بالضروري محتاج ليه. ربما هذيك مليون ونص الى وجهتيها توجيه اخر ربما غادي تكون عندها واحد الاثر تنموي اكثر. عندك يعني حقيبه الى شفتي حقيبه الرابعه ولا هي الثالثه ماشي ضروري. واكل يعني عندك واكل في الدار اكل ديال البيت خرجتي على براش من الريحه ديال الماكدو ولا شي حاجه مشيتي شريتيها ماشي بضروره انك محتاج لها. يعني راك ممكن تعيش بلا ايفون 13 بلا نايك بلا واحد العداد ديال الوجود اللي ربما قد تكون ثانويه. فالغرض اللي كنقول هنا هو غياب الاستدامه في المنطق الاستهلاكي. فهذا عنصر اساسي من مميزات الاستهلاك المعاصر خاصه في الدول المتخلفه او باش نكونوا ظريفين نقولوا في الدول السائره في طريق النمو. نعم هذا المنطق ديال غياب الاستدامه في المنطق الاستهلاكي عند المستهلك في الدول المتخلفه يخلينا اننا نفتخر باستهلاكنا. نفتخر انني شفت سياره اخر جينيراسيون، انني شفت سبرديله اخر ما كاين، انني شفت تليفون اخر ما كاين، انني لابس الماركه الفلانيه. نفتخر بما نستهلك وهذه من 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 مؤشرات غياب الاستدامه في الاستهلاك. الناس كتستهلك من اجل تلبيه حاجيات معينه. اذا هذا 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 يعني امر. الامر ربما الامر الامر يعني اللي بنتكلم عليه كذلك وهو يعني علاقه الناتج الداخلي الخام والاستهلاك. لان نحن كنعرفوا بانه المؤشرات ديال تقدم الدول تعتمد اساسا على الناتج الداخلي الخام، على باعتبار كمؤشر كمي اللي كيعطينا يعني اشارات او بعض الامور المتعلقه بالناتج الداخلي الخام. فالاستهلاك هو كما قلت محرك اساسي للانتاج. الشركات ديالنا فين ما كانوا ما ينتجش الا ما كانش استهلاك. الشركات ديالنا ما ينتجش الا ما كانش محل تجاري. الشركات يعني ديالنا لهم علاقه وطيده بما يقدم في الاسواق بخصوص الاستهلاك. فمثلا يعني في الصوره الان انا حاولت نعرض لكم غير بعض الانواع ديال الاستهلاك. الاستهلاك ماشي بالضروري هو راه الماكله. نحن نتحدث عن الاستهلاك بصفه عامه، الاستهلاك الثقافي، الاستهلاك الغذائي، الاستهلاك يعني الفني، الاستهلاك يعني بكل تجلياته. فالاستهلاك هو عامل اساسي لتحفيز التجاره، والتجاره بكل انواعها الداخليه والخارجيه.
يعني المكان اللي فيه استهلاك ومكان يشجع على التجارة. كنشوفوا الآن في 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 المدن الكبرى العجلة الاقتصادية كتدور بفضل الاستهلاك. حتى في بعض الأزمنة الاستهلاك في الصيف زايد، التجارة كتكون يعني أكثر، وبالتالي يعني فرص التنمية كتكون يعني أكثر. الاستهلاك وخلق فرص العمل، في الاستهلاك نشجع على خلق فرص العمل. الأمكنة أو الأزمنة اللي فيها استهلاك أكبر هناك فرص عمل أكثر. ثم كذلك ربما الاستهلاك نشجع كذلك على تعزيز الإنتاجية. كل ما كان عندنا استهلاك أكثر كل ما كانت عندنا إنتاجية أكثر. كذلك عملية علاقة الإنتاج بالضرائب، كل ما زاد الإنتاج إلا والدولة كتولي عندها فرص ديال يعني أن تزيد في الإيرادات الضريبية، وربما هذا الغلاء وهذا ارتفاع الأسعار اللي كنعيشوا الآن هو يعتبر ويلات على المستهلك، لا لا لا، لكنه هناك من يقول أنه فيه يعني فرص كبيرة للدولة للرفع من إيراداتها الضريبية، على اعتبار أن كل ما كيتزاد الثمن إلا كتزاد النسبة ديال إلا كتزاد ديك القيمة الضريبة على القيمة المضافة. يعني 100 درهم المنتوج كيسوى 100 درهم و 20% ديالو هي راه 20 درهم، إلا ولا كيسوى 200 درهم 20% ديالو راه هي 40 درهم، وبالتالي الإيرادات الضريبية ديال الدولة كتزاد، وهو فرصة كبيرة للزيادة في الإيرادات الضريبية ديال الدولة. السؤال اللي كيطرح هنايا هو هاد الفلوس فين راه كتمشي؟ هاد الإيرادات الضريبية اللي كتمشي كترتفع فين راه كتمشي؟ هذا سؤال ربما تحنا فرصة أننا نحاول نناقشوه، وهو علاقة الإيرادات الضريبية بالتنمية المستدامة كذلك. من الأمور اللي ممكن نتكلم عليها وهو العولمة